الا قلت لك بسطيله ديال الحوت غتقول لي كتعرفيها، غير وكان هادي ما كتعرفيهاش. خديت جوج ديال المقاليل، الاولانيه طيبت فيها شويه ديال الكروفيت والثانيه شويه ديال لالوت، والاقامه اللي درت في المقالي بجوج الملحه، البزار، شويه ديال الزيت، شويه ديال القزبر، شويه ديال المعنوس، شويه ديال الثومه، شويه ديال ورقه سيدنا موسى، ولالوت في الاخر زدت عليها شويه ديال الحامض. ولالوت درتها شويه كتسخطر حيت خاصني الماء ديالها باش غادي نعاود نصلحها في البسطيله ديالي. غناخذ واحد المقله دابا وغندير فيها جهد ربعه ديال البصله مشلضه، شويه ديال الثومه ثلاثه ولا اربعه، شويه ديال الزيت البلديه، وتقريبا كيلو ونص ديال المطيشه مقطعه طرفي صغار، شويه ديال البزار، الملحه حتى هي ما تنسيهاش، شويه ديال القزبر، معنوس، ونزيد عليها شويه ديال المطيشه ديال الحك، جهد معلقه كبيره ولا جوج على حسب، ورقه واحده ديال ورقه سيدنا موسى. وما تنسيش خاصك ولا بدات ما تزيدي هذاك الماء ديال الحوت اللي طيبنا قبيله وخديناه صفيناه. ودابا غادي نزيد تقريبا كيلو ديال الكالامار. دابا لي كالامار لي طابو وحيتو من المقله غنخلي غير لاصوص طوماط ديالهم، وغنزيد عليها شويه ديال لي فيرميسيل دو شين اللي رقدت في شويه ديال الماء وقطعتهم طرفات صغار، لي شامبينيون نوار حتى هما درتهم في شويه ديال الماء وقطعتهم طرفات صغار، وغنزيد تقريبا نص زلافه ديال الضامات البنه اللي ذوبتها في شويه ديال الماء سخون، وغتزيدي شي شويه ديال الصوجا، وغادي نحرك هادشي كله. من بعد غادي ندي باش غنعمر البسطيله ديالي. دابا صافي هادشي تقلى مزيان. ولكن فات عليا الحال، وليد ما بقالو غير يخرج من المدرسه، غتسمحي ليا طفي البوطه وغادي نكملو هادشي المره الجايه.